ما بينفع، لأنه يتدخل بحياة الإنسان في شغله في كل شيء في حياته يعني، ماشي. فعلى الصعيد الاقتصادي دمار، سواء كان رمضان، سواء كان الإنتاجية، سواء كان حرمان المرأة، سواء كمان الغش. يعني المسلم بيغش ودا يعتبره انه دا كويس. انت عارف وجود المسلمين في اوروبا مشكلة في الان في اوروبا، لانه العدد كبير بدأت تبين المشاكل. وبعدين يعني ممكن نحكي بعدين بجانب اخر، الجانب الاقتصادي، هذولا كقوة عاملة هم ليسوا بنافعين. هو كإنسان عايش عالة. أنت عارف الأثر الثلاثي؟ أنا أقول لك شو معناته. سيارتك عطلت معاك ناس، معلش يا أخواننا يلا زقة، تلاقي واحد قاعد بالسيارة ماشي، لا هو نازل يخفف لك وزن ولا هو بيزق معاك، لا ده هو قاعد ووزنه بيزيد على وزن السيارة. لا صوتك عامل ميوت، افتح الميوت يا محب. بقول لك ده صايم ولا ايه ظروفه؟ لا ما هو انا بقول لك يعني وجود المسلمين في دول اوروبا بسبب شريعتهم وفكرهم انه انت عارف هو انا مره كنت في دائره الامريكيه وفي ناس كانوا عندهم السيرموني تبعت اليمين، بنت محجبه بعد خدمه حلف اليمين رمت العلم على الأرض ومشت ركبت سيارتها على الأرض، يعني صدقا مش إنه يعني لو في مزبلة كرمته بالمزبلة. صدقني أنا وقفت سيارتي ورا سيارتهم بالعرض عشان ما يمشوا، رحت شلت العلم وخليته وأشرت هيك لأبوها ولا الشخص اللي بيسوق العربية. ما في وفاء. إذا أنت ما بتوفي للبلد اللي أنت به، كيف أنت راح تكون عنصر فعال بهذا المجتمع؟ فاقتصاديا وجود المسلمين في بريطانيا، الاقتصاد البريطاني متراجع. ألمانيا بليلة رأس السنة بيجندوا الشرطة أكثر عشان يحموا الشجرات، بس تخيل عشان الشجرات قديش يكلف الشرطي الساعة بتاعته، قديش يكلف وهو سايب عيلته بليلة الكريسماس عشان في متخلفين مسلمين بدهم يحرقون الشجرة. تخيل هذه مشكلة. تفضل إذا في حدا عنده مداخلة أسد الأمة تفضل، احنا طلعناك عشان نسمعك، افتح المايك يا أسد الأمة تفضل. ألو تفضل يا أسد الأمة. شوف أسد الأمة حاط صورة شخص مش صورته، سامعني يا محب؟ هذه وحدة من حالات الغش اللي المسلم ممكن يغشها. يعني شايف سوري في صوت. أوكي صار أوكي. المهم فالمشكلة بالمسلمين حتى بيغشوا بأي شيء. أنا في شيء، هو مين اللي بيقتل ويعمل إرهاب؟ المسلم. تلاقي المسلم هو اللي يتلثم، يعني شايف أنت المسلم هو اللي يتلثم ويحجب وشه عشان شو اسمه. طبعا لو اختفى المسلمين اقتصاديا هل العالم رح يحتاج مثلا يشتري سيارات؟ هل صناعة السيارات ستعاق؟ هل صناعة الأجهزة الطبية ستعاق؟ هل السفن أو الغواصات أو الطيارات المدنية والحربية؟ ولا شيء رح يتأثر بالعالم لو غاب الإسلام وغاب، لأن المسلمين غير مؤثرين لا بالصناعة لا بالزراعة، دول ما اخترعوش حتى قشارة بطاطا، ما بيخترعوا شيء، هم المجتمع استهلاك